هل يصح المسح على العمامة؟ نعم، إذا كانت على الصفة التي كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يصح أن تمسح المرأة على خمارها؟ نعم، وهذا فيه تخفيف، خاصة الآن أيام البرد، مفهوم؟ نعم، حتى وإن لبست الخمار على غير وضوء يصح المسح ولا إشكال، مفهوم؟ هل يصح المسح على الطاقية؟ على هذه الشماغ لا يصح. هذا الذي يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، فتح الله عليك.